اوكي يلا بصيبه شوف هيك كان عمل واحدة شو نيول؟ مين هالصبي الحلو؟ صاحب آدم بالمدرسة؟ حبيبتي انزلوا لعبوا عند الطنط فرح بسرعة. قلت لك اشياء طيبه قلت بتكونوا زهقانين بس الهيئه مش زهقانين ابدا. عمول معروف دومت ما بدي اعمل معروف ولا بحياتي عملت معروف. ليش لهلا اعمل معروف مع حدا؟ واضح سيرج اطلع من بيتي انت واتركني احكي مع مرتي مثل الكبار. نايلة مش مرتك وهيدا مش بيتك ما بفتكر لك شي عنده. برافو برافو حافظ الدرس كتير منيح. اكيد قلت لك انه مش رح نتجوز حتى ما تغار واكيد قلت لك كمان انه كل واحد منا عم بينام باوضه وهي قبلاني فيي بس كرمال المصاري وانا مثل الجحش عم بفلح كل النهار لحتى اجيب مصاري على البيت. سيرج بليز بتركنا لحالنا. مش رح اتركك لحالك معه بليز فل على البيت عمو خايفة عليك مني. نايلة فرقنا بريحة طيبة عمو يلا درمل بليز سيرج ما معروف إذا بدك شي حياتي أنا تحت. ما تخاف خذ الطحبوشة معك قد اللوح بده يلعب قلة. يا اختي لو بتشوفي المشروع شو حلو وشو كبير اكيد مش عم بمزح. في كل شيء كل شيء للولاد. انت لو بتشوفي برا شو حلو بياخد العقل مراجيح والعاب وسيارات اللي بدك اياه. الولاد اكيد رح ينبسطوا كثير هون. بتعرفي شو؟ رح اشتغل انا وياكي وميليسا بهالمشروع. اكيد مش عم بمزح. جوني ما بده يقبل؟ غصبا عنه بده يقبل. ماني حاطه كل مصرياتي انا معه، هيدا المشروع 50-50 انا وياه. يا ليلى حضري لي حالك انت، رح امرق انا وجوني لعندك لحتى نروح نقعد بشي كافيه ونحكي على رواق. اوكي. باي. ايه؟ اهلا فوتو. شو مين اجا؟ ايه؟ شو حبيبي شو في؟ ماما بها شي؟ لا. قالت لنا ماما انه خليها نقعد عندك شوي. اوكي اهلا وسهلا. هلا بيجوا شادي ونور تعالوا ساعدوني بالمطبخ عم بعمل جاتو. نتسلى. شو دومت؟
شو دارلينج؟ مش ملاحظ مثلي انه من اول كم يوم هالقصة مش ظابطة؟ كيف يعني مش ظابطة؟ يعني ما عم بتنفذ اللي اتفقنا عليه. وعشو اتفقنا دخلك غير $10,000؟ عشو؟ اتفقنا انه انت لو عايش هون كل واحد منا عنده حياته المستقلة، انت ما إلك علي ولا انا إلي عليك. طبعا بس باحترام. يا عيني عليك انت بس تحكي بالاحترام. قلت لك نيلة انه انا بدي اعيش هون لاني خديجة حبوسي، لانه الناس عم تزبلني، ما بدي اعيش هون لحتى انت تزليني. انا مش عم زلك. شو عم تعمل لكين؟ كل النهار عم تتمسخر علي وعم تحتقريني قدام الاولاد. بعتذر والله، بحب ذكرك انه نحن طلقنا عن كره. بدك ترجع بعد سنتين عمل لي حالك قديس، وبدك ياني انسى كل شيء عملته فينا واخدك بالاحضان وارجع انغرم فيك؟ ولك انا بكرهك يا دومت، بكرهك وبقول على راس السطح. نيلة بس 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 انا عم بحاول. نيلة ما بقى تحاول شيء دومت، ما رح حبك لو ضويت لي اصابيعك العشره. شوفي شو جبت، جبت لك فواكه اللي بتحبيهم انت والولاد، اناناس و كستنا. بتتذكري بس كنت حبلي بغادة وعم تتوحمي على الكستنا وقلتي لي بدي كستنا وجبت لك؟ خلص دومت خلص، اللي عم تعمله عم بيعذبك وبعذبني على الفاضي. وجبت لك كمان زنود الست، قلت هيك بتكون المرة هلا طابخت لنا ونقعد انا والعيلة ونتغدى وبعدين نتحلى. قلت هذه المرة مشغولة برامبو، رامبو اللي بحبوه الولاد والنسوان، بس كل واحد بطريقته. لا الهيئة القصة ما رح تزبط، أنا وياك مش ممكن نعيش تحت سقف واحد، مش ممكن. عم حاول نيلة، عم حاول، بس أنت وقفي حدي، وقفي حدي حتى صير بني آدم، وقفي حدي. فيك تلاقي مرة تانية توقف حدك. بس بدي إياكي أنت نيلة، بدي إياكي أنت. سنتين بالحبس وأنا عم بحلف فيكي، عم بتأكد إني بحبك، 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 بحبك نيلة. بعد بشوفك هون بدي اقتلك، سامع؟ خلاص خلاص مش وجهك وجه قتل يا بوبي، انا عندي خبرة بالقتل اكتر منك بكتير. دومي تطلع فيي، احكي معي الي، اتركوا الي، شو بدك فيه؟ عم تحرقي لي قلبي يا حلوة، فرجيكي. مطلوب من البوليس ما بيهدد الناس يا استاذ دومت. والمطلوب من البوليس وما عنده شي يخسر وما بيخاف يا استاذ رامبو. بعدك بوبي لحتى توقف بوجهي يا عمو. وانت انا هلا رايح نام بالشغل، يا بتطفي لي قلبي يا بحرق لك قلبك. وفهمك فيه معروف سيرج، بوس ايدك اتركني. سيسان ليش انت ماما تشيشي؟
اسمعوا لإلكم، هلا بننزل ناكل جاتوه عند ابو ناجي، بنقعد عاقلين، ما بدنا نعذبه ويشحطنا، شو فهمنا؟ اوكي يلا يلا لكي عم بعدني عم بحكي بتضحكي ريتا. معقول رجال قاسي مثله صار له سنين فاتح حرب وربحها ولقيت عائلته بايد من حديد لانه حضرتك هددتيه؟ معقول يقبل ويسكت ويترك مرته وبنته هون ويطلع بالطياره ويقول لك باي؟ اي جوني اي صدقني اوقات حل للمشاكل بيكون كثير هين اكثر ما نحن بنتصور. مش هالقد ريتا، ما تطمني كثير هالقد. انا معك، انا خايفه كثير من ردة فعله. شو بده يعمل يعني؟ اذا عمل شيء البنت بتتشكى عليه عند البوليس، انت بتشهدي ضده، شو في يعمل؟ ما بعرف، بس انا بعرف راغب اكثر منكم، راغب انسان منه طبيعي. معقول تكون ردة فعله مش طبيعيه؟ ممكن. لك حاش خايفين بقى ما بيعمل شيء. جوني خبرني، ايمتى فينا نفتتح المشروع؟ بهاليومين بنبلش نستقبل. كيف بهاليومين؟ ما بعد ما عملنا دعايات، ما نقينا اسم. مزبوط، كان بدي احكي معك بالموضوع. مش مشكله، نبقى منتفق على الاسم. جوني تسلم لي، فيي اطلب منك طلب؟ تفضلي. فيك تروح تقابل راغب بس تنعرف شو موقفه من يلي صار. ايه والله فكره، روح اليوم. حاضر. اهلا اهلا صديقيه، شو عيد مين اليوم؟ مش عيد حدا، بس جايين ناكل معك جاتو، بتسمح لنا؟ تكرم عيونكم. لحظه لجيب الكراسي. يلا ساعدوهم. يلا يا ولاد يلا ساعدوهم، ساعدوهم الكراسي يلا. الو مين؟ ايه سيرج. يلا اوكي يلا. انا دقيقه سيرج عايزني بكلمتين، مش رح تقول. والجاتو هلا برجع لك. بليز انتبه، هول الاربعه فريد ابو نجم ما بيقدر لهم. أنا بقدر له. اسمع سيرج، بدك تفكر فيها كمان. اجت نامت عندي وشفتها نايلة كتير منهارة وتعبانة، حالتها بالويل. شو يعني انا لا؟ انا بعرف انك بتحبها وهي بتحبها كمان كتير، بس المرأة عندها ولاد. انا بعرف شو يعني ولاد من دون دعم رجال من كل النواحي، دعم معنوي ومادي كمان. يعني مثل ما انت اليوم ما بتزبط سيرج. طب شو مفروض اعمل يعني؟ بدك اسرق او اشتغل بشغلات مشبوهة مثل ما بيعمل دومي كرمال تجيب لها مصاري؟ ما تظلمها سيرج، ما طلبت منك هيك. هي عم تطلب مني اني فل، هيدا هو الحل يعني؟ طب وشو الحل يعني؟ بتقتل ولادها؟ بتتركهم؟ بتتخلى عنهم؟ فرح، ليش انت عندك ثلاث ولاد وقدرة تعيش يوم من شغلك؟ انا اولا عندي دعم من الجيش، تانيا اهلي مش مخانقين، يعني اختي من وقت لوقت بتوقف حدي وطنط حكمة انجأ بتاخد مني الاجار. كتار من الناس واقفين حدي، بتعرف ليش؟ ليش؟ لاني ارملة شهيد، الكل متعاطف معي، بس العترة على نايلة يلي ما حدا واقف حتى ولا حتى أهلها. تعرف ليه؟ لأنها مرة مطلقة وكمان جوزة أزعر. سيرج، هاو التفاصيل مهمين بالحياة لازم تشوفهم، ما تظلمها. مشكلة إني بحبها ومش قادر أتركها. بدك تفكر منيح وتاخد قرار، والقرار منه سهل. إذا بدك تتركها زوجة سيرج، بدك تكون الدعم الحقيقي لإلها، تحمل مسؤوليتها ومسؤولية أولادها، وإلا بك تتركها تدبر حالها بحالها. حاسس حالي اني عم بخسر نايلة. من وقت ما رجع هالمخلوق المكرب اللي اسمه دومي تاع حياتنا خربت كل شيء. يمكن ما خربت كل شيء، يمكن فضح كل شيء. مش يمكن علاقتكم من الاساس مخربطة؟ رح اعمل المستحيل حتى ما اتركها. ان شاء الله، بس المهم ما تزيد المشاكل عراسة.
ميرسي فرح. عشو؟ تاكل جاتو معنا؟ نعم. مقلي نفس. رئيف، إلك كل نهار ما أكلت، بعمل لك شلقة صغيرة تاكلها. رئيف حبيبي رد علي، خليني أعمل لك شلقة طيبة تاكلها. جاوبني، ليه ما عم ترد علي؟ أنا ما حلمت أكثر من الدوز، دايما دوز تراز. خبروا لك قديه جبت عالفيون. على جبت 20 سلفان وعلى ماد 20 سلفان كمان. عطول الأول شادي. برافو. أنا كنت الأول قبل كباش بكل منطقة عنا، ولا شاب قدر غلبني. أوف. عن جد فيك تغلب تيو؟ عمو تيو ما بعرف، بس أنا بطلت صغير كمان. جرب. شو أستاذ تيو؟ بتحط كباش؟ نحط كباش. يلا خلينا ننظف الطاولة. حضر حالك يا استاذ. رح حمي عضلاتي منيح. خليه يغلبك. ايه ما فشر. مش معقول عليتك شو صغار. انا كمان بدي العب معكم. شو بدك تلعب انت؟ كباش؟ تعال بعطيك اصبع واحد، تعال جرب يلا. الو. ايه اهلا استاذ. احمد عندك؟ ليش ما راح على الكشافه؟ زي حبيبي شو ما فهمت شو الموضوع. شو؟ طيب اوكي استاذ انا جاي. شو في فرح؟ بدي روح على المدرسه، احمد عامل مشكله وشحطينه من الكشافه، بدي روح شوف شو القصه. فرح عم بحكي معك، فسري لي. طيب ما معي وقت. ما معك وقت تفسري لي شو فيه؟ طيب خبرتك كل شيء بعرفه، اكثر من هيك ما بعرف. طيب روح معك. لا اكيد لا. طيب بترك بالسياره. طيب عمون معروف اذا شافك احمد معي بجن جنونه. يا فرح انا واحمد اخر مره كنا كثير قراب. طيب بليز ما بقى تضغط علي اكثر ما انا مضغوطه. انا بنتبه على الاولاد، ما تعطلي هم. خير استاذ رامز؟ جاد خبر المدام شو صار. بصراحة أحمد عمل ردة فعل عنيفة بالكشافة. بصراحة ما حدا كان منتظر هالشي، لا من الكبار ولا من الصغار. شو عمل؟ شو صار؟ وصلنا وحضرنا الخيم تقريبا، وقسمنا الولاد على الخيم وقعدنا ناكل. أحمد بالجروب يلي أنا مسؤول عنه، أنا بعيد شوي عنه بس بضل سامع حديثهم حتى ولو هن مش منتبهين لوجودي. بيقول صبي هو رفيق أحمد بالصف، عدنان خي عم يظهر مع مرة، بيصيروا كلهم يسألوا أسئلة بتعرف الصبيان بهالعمر. وبيقول صبي عم يظهر معها، يعني عم بينام معها، ما هي مرة ما يتجوزها وما عندها رجال وميتة على شب.
نحن نتفهم حساسية أحمد على هالموضوع، بس هالشي ما ببرر إنه أحمد يضرب الصبي بعنف لدرجة إنه يوديه على المستشفى. على المستشفى؟ معك. على كل حال هلا أحمد ما رح يكفي معنا بالكشاف، رح نرد لك المصريات مدام، وبنطلب منك تفرجيه لحكيم مختص، لأنه هيك ما بيمشي الحال. مدام فرح، أحمد في جواته بركان عم يغلي. بعرف، بعرف إنه أحمد في بركان عم ينفجر شوي شوي، بس إن شاء الله أنا رح تابع واهتم فيه. يعني مرحلة صعبة وعمر صعب. إن شاء الله. مرسي كتير، بالإذن. قلت لك ما صار شيء. كيف ما صار شيء؟ خبرني شو صار لشحطوك من الكشافه. ما شحطوني، انا فليت، لان هونيك كلهم زعران ما بطيقن. طيب اوكي، بس خبرني شو صار. يعني خبروكي، ليش عم ترجعي تساليني؟ لانه انا ما بصدق الا ابني وبس. لا مش مزبوط، انت عم تسالي لتشوفي اذا عم كذب ايه او لا. لا انا بعرف انك ما بتكذب علي، خبرني شو صار احمد. كانوا عم بيحكوا عليك شي مش منيح. علي انا؟ ليش منين بيعرفوني؟ مش عليك انت، بس عن النسوان اللي ميتين رجالهم. كانوا عم بيقولوا انه بيكونوا راكدين ورا رجال. قلت لهم لا مش مزبوط امي مش هيك. قالوا لي يا حمار شو بيعرفك شو بتعمل امك بغيابك؟ في علاقه بينك وبين تيو مام؟ شو فوقك على تيو هلا؟ عم بيضلوا عنا. وقتا كنا بباريس شي 100 مرة دق لي وحكي معك وحكي معي. تيو مجرد صديق. ايه بس عم بيضايقني. انا ما بدي يكون عندك صديق، وما بدي بقى يجي لعنا على البيت او يحكي معك، لانه شوف العالم شو عم تحكي عليك وشو عم تحكي عن النسوان اللي ميتين رجاله. طيب شو بدك يعني اعمل؟ بقعد بلا الناس؟ ما بدي اياك تقعدي بلا ناس، في يكون عندك رفقة بس بنات، ما حدا بيقول عنك شي. أحمد ليكي مام، أنا مش مستعد أسمع هيدا الشيء من حدا مرة تانية، لأن إذا سمعته مش بس بضربه بقتله كمان، فاهمة؟ فيك كل اللي بدك تقوليه ما تقوليه. خلص كأني سمعته. من أيمتى لحقتيني؟ من وقت ما أنا مشيت من هون؟ تمارا قلت لك خلص مش ضروري، بعرف كل شيء بدك تقوليه. لا ما بتعرفيهم أماليا. عم بتخيلك بس عم تلحقيني من البيت لوصلت للمطعم. خبريني التفاصيل. ليش؟ عم شوف المشهد قدام عيوني هيك عم بتخيله من هون لبيت نور للمطعم، أكيد دقيتي لصاحبتك لتلاقيكي. رحنا وفيتين على المطعم. تشي انت وصحابتك. شو عم تلعبي فيه يا بنت؟ اكيد لا. شو فكرتيني هيك؟ مشهد بمسلسلك عم تلعبي بحسيسي وعزيمه؟ شو بك يا اميا؟ شو صار لك؟ ليش عم تعملي هيك؟ شو بفتكرتيني وحده فلتانه ما عندها مين يطلع فيها؟ انا تركي مره بتعقد بكندا، مره بتموت فيي. وهيدا الشيء كل يوم بيعذبني. مش هيدا كان قصدي ابدا اميليا، انت فهمتيني غلط. شو كان قصدك لكان؟ عم تظهري معه. بتحبيه؟ حقي اعرف. برتاح معه، عم بروح معه، عم بحكي معه، بس لا اكثر ولا اقل. شو اللي علقني فيكي؟ لشو بيعطينك لعندي؟ في شي جديد نسيوا يقولوه؟ لا انا جيت نحكي من رجال لرجال، ما حدا بيعرف اني انا هون. اهلا وسهلا. خبروني برناديت وريتا شو حكيوا معك. كانوا مشنجين شوي. انت بتعرف انه قصة ميليسا ما كانت هينة علينا ابدا. انا وريتا مأساة، مأساة كبيرة مرقنا فيها. بتعرف انا عم فكر كمان ولقيت انه اهم شيء ما اخسر بنت الوحيدة. خلص رح اترك برناديت معها، بتعالجها وبتهتم فيها،
كون أنا صفيت هونيك ورجعت مع ابني كمان. عن جد عم تحكي؟ أنت عم تفكر هيك؟ طبعاً أنا إنسان مش حيوان. بعرف ما حدا قال غير هيك. على كل إن أنا رح أهتم ببرناديت وميليسا. بعد جمعة بيفتح مشروعنا أنا وريتا. برناديت رح تشتغل عنا ورح نودي ميليسا على المدرسة. ما تعتلهم شي. عال تعرف جوني مدام البنت صارت منيحة أنا لازم روح على شغلي. ما بقدر ضل قاعد هون. روح وما تعتلهم شي. طيب أنا مش رح أحكي مع ريتا ولا برناديت. ممكن تاخد لي موعد منها بكرة الظهر ببيت أهلها مطرح ما هي ساكنة. هيك بعطيها شوية مصاري ومنتفق على كل شي. جوني ما بدي أخسر بنتي الوحيدة أنا. الولد غالي وعزيز لك. أنت محروق على ولد وسبحانه الله. أنا رح أقلها بشوفك قبل ما تمشي. طيب عود نشرب كاس. لا يا ريت عم بعمل مي بلانش. عم بقضي كل الليالي تبعي بالشغل وهلأ رجع على الشغل. لكن بكرة إذا قال راد الظهر بشوف برناديت ببيتها. خليها تنطرني. شو جاي تعملي هون نايلة؟ شو بدك؟ بدي هيك تساعديني لأخلص من عذابي. دومة رجال مرد وخطر. عن جد؟ ما كنت عارفة؟ هودي الحكيات أنا قلتلك ياهم من زمان كتير. فهمنا أنك قلتيلي ياهم وكتر خيرك وطلع معك حق. وبعدين؟ بيني وبينك ما في بعدين نايلة. ماما بدي حق إلا حتى ما أضطر أتحمل دومة كرمال يصرف على الولاد. قلتلك 100 مرة ما إلك حق عندي. أوكي لكن رح أرفع دعوة. عن جد؟ عال بس قولي للمحامي تبعك إنه مصريات بيك الكاش يلي كانوا باسمي واسمه صاروا هلأ كلهم باسمي. هيك ببطل يرفع دعوة. أما إذا بدك تنطري الأملاك هي بدك تنطري لحتى أنا موت. هذا إذا أنا حبيت أكتب لك شي. ما رح سامحك أبداً على اللي عملتي فينا ماما أبداً. ورح أرفع دعوة. ما بستغرب أبداً هيك تصرف مرت منك. صرتي مثل جوزك. بدي حقي وحق أولادي ولو بدي أضطر إني ضل بالمحاكم سنين. بدي حقي وحق أولادي. ما رح يطلع لك شي نايلة لأنك ما بتستاهلي تتنعمي بخيرات بيك اللي قتلتيه. بتزيدها كتير احمد. منك ملاحظ هالشي؟ انا ما بدي نام بالبيت. مش طايق نام هون. قلتلك نوم عند ناس ما بعرفهم ما في. سكر على الموضوع. عم بقلك بدي روح. انت بقلك ماشي. انا صرت رجال. انا رايح. تعال قلك لهون. شاهد ونور على الأوضة بسرعة. اسمع لقلك انا بعدني لهلا مطولة بالي عليك لاني متفهمة وضعك الصعب واشتياقك لبيك. بس انك تهلل تهذيب معي هيدا شي ما برضى فيه ابدا. عامل لي حالك رجال ومفكر انه الرجال هن اللي بعيطوا عن النسوان وبخوفون. شي مره سامع بيك عم بيصرخ علي؟ كان رجال وقبضاي. بس بحياته ما قلل تهذيب معي ولا معكن ولا مع الناس. بحياته ما ضرب واحد ووديه على المستشفى مثل ما انت عملت. ولا مره نام برات البيت الا اذا كان بالخدمه. انت رجال انت؟ انت انجأ صبي بلا اخلاق وبلا تهذيب. لو بيك عايش كان مستحي فيك هلا.
يا ديعان كل لحظة، يا ديعان كل لحظة ضيعت عليك لربيك وطلعك رجال عندك كرامة وأخلاق. اسمع لقلك، نهار اللي بتظهر من هيدا البيت بلا موافقتي وعلمي، كون بعلمك ما بترجع على هيدا البيت، وأنا رح آخذك على الإصلاحية دغري، فاهم؟ يا أهلا يا أهلا بالدوري. الو، انت مش عم ترد علي فرح؟ لاني بوضع صعب مع الولاد تيو. ليش مش عم تحكي معي؟ يي علينا بشرفك تيو، ماني قادره على هيك اسئله هلا. طيب وامتين بتصيري قادره تتحكيني؟ ما بعرف، صدقني ما بعرف تيو. بليز بليز روح بشي وحده طبيعيه ما عندها مشاكل تبقى ترد عليك وتحكيك ساعة اللي بدك. قولك هيك ايه هيك؟ انا ماني خرجك تيو، روح بشي وحدة تريحك وتلبق لك. ما أنا زبطة بيناتنا، مش زبطة من ولا ميلة. أوكي رح حب غيرك ومن الليلة رح بلش. خلص رح ريحك مني. يعني إذا أنت مش عم بتسهلي قصتنا مصيبة، أنا قديش بدي ضل أتحارب من ظروفك ومنك؟ ما بقى فيي أتحمل. خلص رح أتركك، ما رح أزعجك بقى. شو دوري؟ طالع حسون؟ أصفر وأحمر، شو هذا؟ الدوري بيبقى دوري، اشتاقوا لك بالحبس. كيفن الشباب؟ بيسلموا عليك. وانت كيفك؟ بعد ما عرفت حالي إذا منيح، اليوم طلعت من الحبس. شو؟ شو هيدا ولي؟ عز بعد فاقة يا ناقة. ليه عادي كبرنا منيح. خود شيبس. شيبس؟ شو بنطلب عشا؟ لا بدي روح، مشغول. شو مشغول ولا؟ خرمان يا زلمة، راسي عم بيضوي، بدي رح لي شوف لي جاي واحدة هيك ست بنت حلال بنت ناس كويسة ورخيصة مشان زبط راسي. عفاك وانا بروح معك كمان. كيف؟ ما قالوا رجعت لمرتك؟ ما بتعرف خيدوري ما بتكفي، محسوبك عتعيت. ايه ايه بعرفك فحل. يلا قوم قوم يلا. ويت 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 ويت. صباح كيفك؟ حكيتيني انت اليوم ما هيك؟ بصراحة كنت معجوق شوي، خير في شي؟
بسيطة. طيب شو رأيك نتعشى عندي؟ ايه عندي بالبيت. انه بنقعد بنسمع موسيقى نتعشى وبنحكي، شو رأيك؟ عظيم. لكن بس تمشي حكيني تدلك وين البيت، رح كون ناطرك. باي. قلتي لي بعد وين كنت؟ كنت عند أمي زيارة عائلية حنونة، بدي أرفع عليهم دعوة، بدي حقي. برافو عليكي، بس الدعوة بدها. ما بقى تحكيني بالمصاري اللي لازم تكون موجودة ومنا موجودة، بليز سيرج. ما بقى لك جلادة ما هيك؟ ليه عم بتقول هيك؟ لأنه هيك حاسس إنه ما بقى لي طعمة. هلا شو بتعوزيني نايلة؟ بشرفك قولي لي. مرة عندها مشاكل مثلك لشو معقول تعوزني؟ للتخت؟ ما 60,000 واحد عطرزة فيه وبيقدروا يعبولك تختك ومعهم مصاري قد عمليون مرة. لك شو هالحكي البلا طعمة سيرج؟ أنت شاب بعدك بأول عمرك، ضروري تكون بعلاقة طبيعية مع بنت من عمرك، تفكروا سوا، تخططوا سوا لمستقبلكم. معي أكيد بدك تحس حالك بلا طعمة، لأنه ما فيك فرد مرة تنط 100 درجة. شو جابرك أصلا؟ جبرني إني بحبك. أنا هلأ عم بمرق بمرحلة مصيرية من حياتي، وجودك حدي ما بفيدك ولا بفيدني سيرج. شو يعني؟ بدك ننفصل؟ إذا هلأ بيكون أحسن. مش رح أتركك أبداً، فاهمة؟ رح روح ظبط وضعي ورح أفشخ 100 فشخة مع بعضهم. بدي أتحدى الطبيعة، بدي أتحدى العالم كله كرمالك. أنت لإلي نايلة، أنت بس لإلي.